موجز الأخبار من المحور، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على فرص التعاون الممكنة بين مصر وبلغاريا في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، ومسمنا العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين. كما أعرب عن تقديره للزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية على مدار الأعوام الماضية. جاء ذلك خلال لقائه بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا ماريا جبرايل والوفد المرافق لها. من جانبها أعربت نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا ماريا جبرايل عن تقديرها لحفاوة الاستقبال في مصر، مؤكدة أن مصر هي شريك استراتيجي لبلغاريا، كما أنها شريك أساسي في الملف التجاري، إذ يحظى البلدان بإمكانات كبيرة من حيث توافر السلع التي يمكن من خلالها تحقيق المنفعة المتبادلة. أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وصوفيا في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، خاصة وأن بلغاريا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى سعي الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات البلغارية العاملة بالسوق المصرية أو الراغبة في الاستثمار في مصر. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مع وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة وجذب الاستثمارات البلغارية إلى السوق المصرية. وشدد وزير التجارة على ضرورة تسريع وتيرة تشكيل مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك لدفع وتطوير علاقات التعاون الاستثماري وزيادة حجم التعاون الاقتصادي بما يصب في صالح البلدين، لافتا إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وبلغاريا، حيث بلغ خلال العام الماضي 529 مليون دولار. استقبل وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير الطاقة البلغاري والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا ضمن وفد رفيع المستوى من المسؤولين البلغاريين، حيث تم بحث سبل التعاون المقترحة بين الجانبين والفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البترول والغاز والتعدين والهيدروجين والطاقة الخضراء. وأوضح وزير البترول أن متطلبات الأسواق العالمية هي ما تحدد توجهات صناعة الطاقة العالمية، وأن الهيدروجين والطاقات النظيفة تحتاج إلى تزايد الطلب عليها من أجل تشجيع تنفيذ المشروعات الخاصة بها، وأن التحديات المتتالية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة والتي تؤثر على العديد من الدول ومن ضمنها مصر أظهرت مدى أهمية تنويع مزيج الطاقة، وهو ما تعمل عليه مصر حاليا بهدف زيادة نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في المزيج، مشيرا إلى الإمكانات التي يتمتع بها قطاع البترول والفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين في مجالات البترول والغاز والمعادن والهيدروجين منخفض الكربون والتحول الطاقي. صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير الدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2024، وسيتم فتح باب سحب الملفات بإدارة شؤون ضباط القوات المسلحة بكبر القبة اعتبارا من يوم السبت الموافق 17 فبراير الجاري ولمدة شهر. استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار ما تم إنجازه في مجالات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق وغيرها من المجالات التنموية والتي تم تنفيذها خلال العام الماضي 2023، مؤكدا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تعمل على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يناسب مستوى دخله، ما يعطي الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة.